السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ديما الأمور ديالكم تكون بخير وعلى خير. انتم ما كتشوفوا الفيديو ديال اليوم. اليوم ان شاء الله جيتكم بواحد الوصفة اللي سهلة سريعة في التحضير ديالها وكتجي لذيذة بزاف. بجوج ديال الحبات ديال البيض ان شاء الله غادي نحضروا واحد الكيك يومي اللي كيجي خفيف لذيذ، كيجي مسقي بواحد الخلطه غادي نوريها لكم، خلطه لي بسيطه بزاف. فما تنساوش انكم تتابعوا الفيديو من الاول حتى الاخير، واذا عجبكم ما تنساونيش بلي لايك ديالكم وتبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم وتخليوا لي دائما تعليق زوينه اللي كتشجعني. ودابا يلا معايا باش تعرفوا على المكونات ديال هذا الكيك. بالنسبه للمكونات ان شاء الله غادي تلقاوها مكتوبه في صندوق الوصف وفي اول تعليق اسفل هذا الفيديو. بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاج ان شاء الله، فاول مكون عندي هو واحد علبه ديال اليوغورت الطبيعي، الوزن ديالها 110 غرام. فتقدروا تستعملوا اي يوغورت متوفر عندكم في البيت، ماشي ضروري تستعملوا اليوغورت الطبيعي. عندي هنا كاس ديال الحليب اللي كيكون دافي، كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر سنيده اللي هي السكر حبيبات. غادي نحتاج جوج ديال البيضات اللي يكونوا ديما في درجه حراره ديال المطبخ باش هكا ينجح لينا الكيك ديالنا ويطلع لينا البيض مع السكر. جوج ديال الخميرات حمرين، جوج معالق كبار ديال الكاكاو المر، وجوج معالق كبار ديال الكاكاو الحلو، معلقه صغيره مع مرش ديال القهوه سريعه الذوبان، معلقه صغيره ديال الخل الابيض، شويه ديال الملحه. وغادي نحتاجو جوج ديال الكيسان ديال الدقيق الفورس بالنسبه لهذا الكيك. فبالنسبه للدقيق كيبقى دائما على حسب النوعيه ديال الدقيق اللي نتوما درتو، تقدروا تضيفوا نصف كاس اخر اولا تكتفيوا فقط بهذوك جوج ديال الكيسان. المهم تعرفوا الكثافه ديال الكيك كيفاش خصكم تحصلوا عليه. فاول حاجه درتها خديت واحد الاناء اللي درت فيه جوج ديال البيضات، غادي نضيف ليه كاس ديال السكر سنيده، وغادي نخلط الكل بالخلاط اليدوي لان بزاف ديال التعاليق كيجيوني من البنات ما عندهمش الخلاط الكهربائي وقالوا لي واش ممكن اننا نستعملوا الخلاط اليدوي وطلع لينا الكيكه ناجحه وتجي منفوخه. فكيف ما كتشوفوا معايا في هذا الفيديو فانا ما غاديش نستعمل الخلاط الكهربائي، غادي نخلط فقط بهذا الخلاط اليدوي بشرط انكم تخلطوا مزيان حتى كيتبدل لكم اللون ديال البيض مع السكر، كيولي اللون ديالو بحال الا بدا كيتفتح اولا كيولي اللون ديالو ابيض وكيضعف الحجم ديالو واحد شويه. مباشره غادي تضيفوا عليه المكونات الاخرى اللي ذكرت لكم. هنا كيف ما كتشوفوا معايا بعد ما خلطتو مزيان حتى ولا اللون ديالو ابيض، غادي ندوز دابا باش نضيف ليه داك الكاس ديال الزيت. بالنسبه للاخوات اللي غادي يسولوني بالنسبه لهذا العبار ديال هذا الكاس اللي استعملت، فهو نفس القياس ديال الكاس ديال العنبه. فبالنسبه للزيت كتضيفوا غير شويه بشويه وانتم كتخلطوا. فبالنسبه للاخوات اللي غادي يبغيو يخلطوا هذا الكيك ديالهم بالخلاط الكهربائي فتقدروا انكم تستعملوه اولا ديروا هذا الخلاط اليدوي. مباشره بعد ما خلطت الزيت فغادي نضيف داك الكاس ديال الحليب. كيف ما قلت لكم الحليب عندي راه هنايا راه دافي، فانا هنايا استعملت الحليب المجفف مع الماء هو اللي كنستعمل. مباشره غادي نضيف عليهم ديك العلبه ديال اليوغورت الطبيعي كيف ما قلت لكم، فتقدروا تستعملوا اي نكهه نتوما متوفر عندكم في البيت، ماشي ضروري ديروا اليوغورت الطبيعي. غادي نخلط مزيان هاد المكونات حتى كينسجموا كيف ما كتشوفوا معايا. فهاد الكيكه البنات اقتصادي وسهل في التحضير ديالو، كيجي ناجح. فان شاء الله تجربوه، كيف ما كتعرفوا الوليدات راه كيعجبهم الكيك اللي كيكون بالشكلاط وحتى الكبار كيحماقوا على هاد الكيك، فان شاء الله تجربوه. صافي غادي نضيف ديك معلقه صغيره غير ممتلئه ديال القهوه سريعه الذوبان، وغادي نضيف الكاكاو المر وقبيصه ديال الملح كيف ما كتشوفوا معايا. بالنسبه للكاكاو المر ضروري اننا نغربلوه بحال وبحال الدقيق باش هكا ما يشكلش لينا دوك الكويرات في الداخل ديال الكيك وما ينجحش لينا الكيك ديالنا، لان دوك الكويرات ما كيخليش الكيك ينتفخ ويجي خفيف. فحاولوا دائما تغربلو الكاكاو ديالكم. صافي غادي نضيف داك الكاكاو الحلو حتى هو جوج ديال المعالق كبار، وغادي نخلط. وكيف ما كتشوفوا معايا اللون ديال الكاكاو مع هاد المكونات كيشهي بصراحه وكيجي غزال بزاف.
صافي غادي نخلط حتى نتاكد ان الكاكاو الحلو والكاكاو المر انسجموا ليا مع هاد المكونات. وغادي نضيف جوج ديال الكيسان ديال الدقيق الابيض. ففي الاول غادي نضيف الكاس الاول، وضروري انكم تكونوا مغربلين من قبل. غادي نخلطو مزيان وغادي نضيف الكاس الثاني. وكيف ما ذكرت لكم بالنسبه للدقيق فكيبقى دائما على حسب النوعيه اللي نتوما استعملتو، فتقدروا تضيفوا جوج ديال الكيسان او لا جوج ديال الكيسان وربع كاس او لا نصف كاس. صافي هنا بعد ما درت الكاس الثاني قبل ما نخلطو فغادي نضيف عليه دوك جوج ديال الساشيات ديال الخميره حمراء اللي الوزن ديال كل وحده فيهم 8 غرام، يعني 16 غرام ديال الخميره حمراء اللي غادي نستعمل في هذا الكيك. صافي غادي نخلط حتى ما يبقاش يبان ليا الدقيق، وتحاولوا انكم تبقاو تخلطوا مزيان حتى كيبانوا لكم واحد الفقاعات صغارين في هذا الخليط ديال الكيك، باش هكا تاكدوا ان الكيك ديالكم غادي ينجح. وكيف ما كتشوفوا معايا هذه هي الكثافه اللي خصنا نحصلوا عليها، يكون داك الخليط ما كيتقطعش لينا ملي كنرفعوا اليد ديالنا للاعلى. اخر حاجه غادي نضيفها في هذا الكيك اللي مكون اللي كيسرع الانتفاخ ديال هذا الكيك، هو ملعقه صغيره ديال الخل الابيض اللي ضروري وليت كنضيفو في الكيك لانه كيخفف لينا الكيك وكينجحو. صافي هنايا خديت المول، تقدروا تستعملوا اي مول نتوما متوفر عندكم، فانا استعملت هذا. دهنته مزيان بالزبده ورشيته مزيان بالدقيق، تقدروا بلاصه الدقيق ترشوه بالكاكاو المر حتى هو كيجي زوين بزاف. صافي وغادي نوضع هذا الخليط. كيف ما كتشوفوا معايا حاولوا دائما الخليط ديال الكيك انكم ترفعوا اليد ديالكم للاعلى باش هكا كيزيد يدخل ليه الهواء وكينتفخ لكم في الفرن. غادي ندخلو للفرن اللي كيكون بارد كيف ما كنذكر لكم ديما، كنشعل عليه النار على 180 درجه، كنخليه حتى كينتفخ وكيطيب ليا من الاسفل، وكتشعل عليه من الفوق، وهكا غادي نخليه حتى كيطيب ليا. وضروري انكم كل مره تبقاو ديروا فيه شي عود ديال الخشب باش هكا تشوفوا واش طاب لكم الكيك من الداخل. غادي نخليه يطيب ونتلاقى معكم بعد ما يطيب ان شاء الله. وهنايا كيف ما كتشوفوا معايا بعد ما طاب الكيك فانا شي شويه تحمر ليا شي شويه زيت، فغادي نمشي نسقيه وهو مازال سخون. فخديت البنات تقريبا واحد كاس لارب ديال الحليب، وضفت عليه ملعقه كبيره ديال الكاكاو الحلو، فغادي نسقيه مزيان بهاد الحليب باش هكا يتشرب ليا وهو مازال سخون، والحليب من طبيعه الحال كيكون بارد. فبالنسبه للاخوات اللي غادي يبغيو يسقيوه بكاس ديال الماء، كديروه في كاسرونه مع نص كاس ديال السكر سنيده وملعقه ديال القهوه سريعه الذوبان، وكتسقيو الكيك ديالكم كيبقى لكم دائما الاختيار. غادي نخليه يتشرب ويبرد ليا ونتلاقى معكم ان شاء الله. وهذا هو الكيك بعد ما برد وحيدتو من المول. كيف ما كتشوفوا معايا راه كيجي طالع بزاف وكيجي البنات فتي وخفيف بزاف، ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. صافي بالنسبه للتزيين كيبقى لكم الاختيار، فقط كنعطيكم فكره بالنسبه للمكونات ديال الكيك، والتزيين كيبقى كل واحد كيفاش كيبغي يزين الكيك ديالو. فانا درت فقط هاد طانيت ديال الشوكولا، فغادي نحاول نوزعه من الفوق ديال هاد الكيك. تقدروا ديروا الصلصه ديال الشكلاط، كتاخذوا واحد الكاس ديال الكريمه السائله كديروها فوق النار حتى كتسخن مزيان، ومباشره كتضيفوا عليها تقريبا واحد 200 غرام ديال الشكلاط الاسود، وكتخلطوه حتى كتحصلوا على واحد الكاناش، وكديروا عليه ملعقه صغيره ديال الزبده، وكتزينوا الكيك ديالكم بالفوق. اولا كتذوبوا الشكلاط في حمام مريم مع شويه ديال الزيت، وكتضيفوا ليه ملي كتحيدوا من فوق النار وهو دايب، فكتضيفوا ليه بطبيعه الحال واحد العلبه ديال اليوغورت الطبيعي، فحتى هو كيجي بنين بزاف، كتجي واحد الصلصه اللي رائعه. وبالنسبه للتزيين كيف ما شفتوا معايا فزينت باللوز ايفيلي عندي هنايا محمر، فدرت خطوط بهذا الشكل، وكيجي كيف ما شفتوا معايا الكيك المنظر ديالو زوين بزاف، والمذاق ديالو كيجي ولا اروع. وكيف ما وعدتكم اولا كيف ما عودتكم دائما انني نقطع معكم الوصفات اللي كندير لكم باش هكا تشوفوا معايا كيفاش كتجي من الداخل. واخا انايا البنات راه ما خليتش الكيك ديالي في الثلاجه باش يبرد، فهنايا غير ولا دافي واحد شويه وزينته، وهنايا بغيت باش نقطعو نوريه لكم وتشوفوا معايا كيفاش كيجي هذا الكيك من الداخل. وكيف ما كتشوفوا معايا كيجي واحد الكيك اللي كيكون طالع منتفخ، كيجي ناجح 100% وكيجي هائل بهذيك الكاس ديال الحليب مع الكاكاو الحلو، كيجي المذاق ديالو زوين. وحتى بالنسبه للدانيت في الفوق فكيجي حتى هو المذاق ديالو زوين. صافي كيف ما كتشوفوا معايا غادي نحاول نديرو في واحد
في واحد الطبيصيل باش هكا تشوفوا معايا كيفاش دايره الكثافه ديال هذا الكيك، اولا كيفاش داير هذا الكيك الخفه ديالو. فان شاء الله تجربوه ويعجبكم الاخوات. وهنايا وصلنا للنهايه ديال الفيديو. كنتمنى فعلا ان الوصفه اللي قدمت لكم اليوم بجوج ديال الحبات ديال البيض كنحصلوا على واحد الكيك اللي كيجي متفق انه ينال الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش بلي لايك ديالكم وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد مع وصفه جديده. وكنشكر كاع الاخوات اللي كيخليو ليا تعليق زوينه اسفل الفيديوهات اللي كنحط. وبالنسبه للاخوات اللي طلبوني على لي طاخت، فان شاء الله غادي نقدم لكم لي طاخت اللي كيكونوا ساهلين، مكوناتهم بسيطه بزاف كيف ما عودتكم دائما بوصفات اللي كتكون بسيطه ومكونات ديالها ان شاء الله تكون موجوده في كل دار. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.